أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: تعرض علي بعض الشبه في أسماء الله وصفاته، فماذا أفعل؟ هل أسأل عنها أم أسكت عنها؟ حيث قرأت أن السلف ذموا كثرة السؤال والخوض في هذا الباب وعدوه من البدع المحدثة. يا أخي، هذا ما يكفي فيه السؤال والجواب، هذا لازم تتعلم، لازم تجلس إلى أهل العلم تتعلم، تبدأ بالمختصرات، بالكتب المختصرة، شيئا فشيئا تتعلم. أول شيء إما عند العلماء في المساجد أو في الدراسة النظامية في المعاهد والكليات الشرعية، لا بد أنك تتعلم، ما يكفي أنك تطالع في الكتب أو أنك تسأل أهل العلم عن هالأمور، هذه ما تفهمها، حتى لو سألت ما تفهمها، لا بد أنك تتعلم أصولها ومباديها وأدلتها ومبانيها. نعم، أنا أوصيك بالتعلم. نعم.